السلام عليكم، تحياتي لجميع المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير بساعه جيده. امسيه جميله اليوم بمدينه فاس من المهرجان ومينيميس، اللي كيكون ليا واحد الشرف كبير نكون حاضر في هذا المهرجان الجميل والرائع ديال الاطفال، والله يكمل عليهم بالخير وفي مسيرتهم الفنيه ان شاء الله. واحد البرنامج اللي ترفيهي منه كثير الفنانين اللي حاضرين هنايا، ومنهم موسيقيين، منهم عيساوه، منهم تبارك الله، من جميع الفنانين ديال المغاربه اللي حاضرين هنايا، وهذا شرف ليا كبير نكون في هذا المهرجان. العرض اللي قدمت اليوم هو ترفيه على نجم الدبكه اللبنانيه، هو واحد الفن اللي كيكون ترفيهي منه لي سبيكتاك لبناني، تراث بلد لبنان وعلى الطرف المغربي وبحبوه الناس كثير وكيبغيوه بزاف، وهذا كيكون واحد لي سبيكتاك اللي متغير بزاف على كل سبيكتاك ديال الموسيقيين ديال جميع البلدان جميع المدن المغربيه، واضطريت ندير واحد لي سبيكتاك اللي زوين وتفرجوا بزاف ديال الناس وعجبهم الدبكه، حيت هي الدبكه محبوبه في المغرب بزاف، كيبغيوها بنات البلاد ولاد البلاد، وهذا كيكون ليا واحد الشرف كبير نعطي واحد الابداع اللي زوين، يكون واحد النشاط اللي زوين، واحد النشاط اللي في الاحترام، وكيكون ديما التطورات ديالها، ديما التطورات، ديما الجديد، وهادشي اللي كنتمناه من الله.